يا وصي الحسن والخلفاء الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا مولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. وذخيرتي في آخرتي ودنيا، أبا عبد الله الحسين عليه السلام، زيارة مني ونيابة عن والداي وعن والدي والداي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، ولا سيما من قلدني الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله.